يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال من خارج هذه البلد، يقول: في بلادنا رجل قد صام 4 سنوات متواصلة ويعدونه وليا، وبعد ذلك إذا أجذبت الأرض وضع التراب على رأسه ودعا فينزل المطر. السؤال: هل للشياطين يا فضيلة الشيخ قدرة على جلب الماء وإنزاله كالمطر؟ لأن هذا الرجل يعد من أكبر الأولياء في بلدنا. وضعه للتراب على رأسه لا أصل له، أما أنه يدعو الله لا بأس، يدعو الله، لكن لا حاجة إلى وضع التراب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالسقيا ولا يضع على رأسه التراب، العباس دعا بالسقيا ولم يضع على رأسه التراب، إنما هذا بدعة، بدعة منه فلا يفعله. والذي ينزل المطر ما هو بالشيطان، الذي ينزل المطر هو الله، لكن أنزله فتنة لهم، قد ينزله الله من أجل الفتنة والاستدراج. وسمعتم وتكرر عليكم أن حصول المطلوب لا يدل على جواز الطريقة والعمل الذي عمل، ولو حصل المطلوب ما هو هذا دليل على الجواز، قد يحصل هذا من باب القضاء والقدر، قد يحصل من باب الاستدراج. نعم.